السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة دايما يا رب. اول فيديو من بعد العيد، قلت اعمل لكم حاجة اعادة تدوير. كل الستات بيهمها الفيديوهات اللي زي دي كده. ليه؟ دي عباية ما فيهاش اي غلطة ولا فيها اي حاجة، بس ضاقت على صاحبتها، فاحنا هنعمل لها حركة كده ان احنا نخليها تلبسها تاني. دي مفتوحة بكباسين كده اهي، زي ما انتم شايفين اهي، دي ضاقت عليها بحيث ان هي الكباسين ما بتقفلش المسافة دي، يعني هتبقى المسافة دي كده عايزة بتاع 4 صوابع كده هو زيادة. فاحنا ممكن نحل ان احنا نحط توصيلة من هنا، بس هيبقى شكلها مش حلو. هنعمل ايه؟ هقول لكم. دي كده مفيهاش اي غلطة خالص، وفيها لون تاني اهو. اللي عندها اللون ده ممكن تعملوا الحركة اللي احنا هنعملها، لما عندهاش يبقى متاح ليها الاسود، ويكون اقرب درجة للاسود، لان الاسود فيه درجات كتير جدا. تمام، الكم عليها مظبوط، والوسع من هنا مظبوط، يا دوبك اللي هو المنطقة اللي عند البطن دي اللي هي مشكلة الستات كلها. هناخد المقاسات بتاعة العباية زي ما هي دي كده، يعني لان هنعملها ايه بقى؟ هنجيب حتة قماشة كانت عندي اهي كده، عرضها دي كانت عندي بالقدر كده. اللي عايز ما عندوش وعايز يشتري ويحيي العبايه من جديد، بيقيس دي القماشه عندنا كده، تمانين سنتي بالظبط، يعني اوسع من كده مفيش. اللي هي بقى ما عندهاش وعايزه تشتري ومش عارفه تشتري ايه، هقولك. انت عندك المشكله عند البطن هنا، تمام، فانت عايزه توسعيها، فتاخدي الوسع اللي هو عندي الديل من هنا، الديل من هنا اهو، الجزء ده كده اهو الخلف، بتقيسيه وبتجيبي على قده كميه القماش. يعني دي لو 90 سنتي اهي، ده كده 88 سنتي، يعني 90 سنتي، قولي هتجيبي متر، هتجيبي متر بالظبط. وده طبعا نوع العبايات ما بيمطش ولا ليه وش وظهر، فانت هتاخدي البرسل هيبقى فوق والبرسل هيبقى تحت، اللي هو عرض القماش اللي هو 150 هيبقى طولك ويمكن زياده كمان. تمام، انا بقى هنا هو القماشه اللي عندي دي 80 سنتي. تمام، انا هعملها بطريقه ان انا يهمني اللي عند البطن، اللي هي اللي يهمني اللي عند البطن، برضك هعملها بطريقه ان هي تبقى من عند البطن من تحت شويه، من الجنب هنا هسيبها مفتوحه من ناحيه واحده، يعني هخيطها. هقول لكم ازاي. الاول هناخد المقاسات، المقاسات اللي هناخدها على دي اللي هو الكتف ومنطقه البطن من هنا كده، وهتنزل على الوسع القماشه زي ما هي اللي هي الثانيه. تمام، دي هنعملها اهي، القماشه اهي 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 كده. تمام، هي درجة السواد دي عشان كانت عندي، لكن لو هروح اشتريها هلاقي لازم اجيب درجة السواد واحدة. هتلاقوها بص ناحية دي اللي هي فاتحة شوية، ودي غامقة سوادها حلو، بس دي هتبقى من تحت فموجودة عندي، فمش هستغرب حاجة. هجيب بقى هطبقي كده العرض بتاعه على اتنين كده، واخد مقاساتي الطبيعية خالص اللي هي هنا 20 الكتف، بس طبعا انا لو وسعت فيها، لو وسعت في بقيه المقاسات مش مشكله. انا عايزه بس اعمل الجزء اللي تحت، حتى لو مشبوه هيبقى مشبوك من عند الكتاف، مش لازم اخد الكتاف كله لان يبقى لازق فيها كم، لا ممكن اعملها قصيره شويه مش مشكله. تمام، هنا 9 سنتي ووصل ده كده عادي خالص، كاني بعمل حاجه مقصوصه مقاسات كامله. هنا بقى حرده الرقبه دي انا هعملها واسعه شويه اهي، يعني هنا عاملاها 11 كمان، لان كده كده في حاجه بتغطي عليها الحوض بتاع العبايه مظبوط، فدي لما واسعه مش مشكله. تمام، فهننزل هنا 23 تمام. احنا الصدر عندنا عاملينه على 70، يعني عاملين الوسط دوران الصدر 70 اللي هو النص، يعني احنا هنعمل هنا على 35 ننزل كده
هنا بقى انا عايزه، مش عايزه الزقه في الكتف كله، اروح داخله هنا شويه كده بالظبط كده، واقص هنا على ما فيش خالص اهي. ده بس اللي احنا هنعمله. تمام. بص الاول هشاور لكم دي هتبقى ازاي. طبعا هنقلبها لكنها كده، دي كده انا قلبت، فانا اجي ده اهي اهي والزق دي كده اهي. بصوا هنا بعد ما دي اعملها بيه هعملها كده. بصوا بقى الفرق، الفرق ما بين هنا وهنا، دي مش كامله، انا مش مشكله عندي، انت لما كده كده في كم مداري. تمام. وهعمل الناحيه الثانيه كده، ودي اهي، ادي اروح ملزقاها اهي. بصوا ادي العبيه البطانه اهي، ودي اهي، والزقها من الخياطه هنا، اعملها اوفر والزقها لحد مسافه كده. جنب الثاني نفس الوضع، من هنا وتبقى عبايه اتقفلت، لما اجي اقلبها بتبان ان هي ايه مفتوحه. دلوقتي احنا هنروح على المكنه نخيطها. الاول عملنا اوفر الحرده الباط وكلها، يعني من الجناب والكتف من فوق وحرده الجيرو عملتها اوفر، ما عدا الرقبه دي عشان هحط لها بيه وهشطبها قبل ما احطها على العبايه. تمام. انا دلوقتي خلصتها، واجيب العبايه بقى اقلبها اخلي وشها ليا، واحط الكتاف من فوق، يعني هبتدي من الكتاف ان انا هلزقها على الخياطه. في دايما بيبقى الحاجات الجاهزه بيبقى في سنتي كده ما بين الخياطه وما بين الاوفر، انا السنتي ده اللي انا هستخدمه الزق فيه الكتاف من فوق، ولازم الكتاف تبقى فيه فراغ. طبعا المسافه اللي انا سبتها بتاعت 3 سنتي صغرت بيها الكتف هتبان لكم دلوقتي. احنا جدا هنخيط الكتف من فوق، هلزقها كتف كتف الاثنين مع بعض كده، والناحيه الثانيه برضو دي اللي هتمسك لي العبايه خالص. معلش انا مقصره معاكم في الفيديوهات ما بين اجازه العيد وما بين قبلها برضو، انا الموسم بتاعنا فكان اهتميت يعني بشغل المحل اكتر من القناه. دلوقتي انا بحط خلاص عملنا كتاف، وادي المسافه هي اللي انا كنت لازم يكون في فراغ ما بين حرده الجيرو، واجي الزقه من عندي تحت الباط، الزق كل جنب مع نفسه اهو. بصوا المنظر ده كده، احنا انا قصدي ان انا اخلي فيه فراغ في حرده الجيرو ما بين العبايه وما بين البطانه بتاعته او التلبيسه اللي هي ايه اللي انا حطيتها. دلوقتي انا دبستها، هبتدي بقى اخد جنب جنب اخيطه. طبعا هي انا سبتها الطول بتاعها، ففي طول انا دلوقتي بعد كده هظبطه، هخلي طول القطعه اللي انا سبتها على طول العبايه كده. بعمل الجنب الثاني واخيطه، ابقى حريصه ان انا بخيط على جنب الاوفر مفيش نص سنتي. ليه؟ لان هي مظبوطه، انا عايزه اوسع فانا عايزه اسيبها. سبت من الجنب الثاني مسافه كبيره من الجنب من عند الديل تحتي مفتوح. دلوقتي احنا خلصناها، واجي بقى من الديل اظبط كده واخدها على مفيش. زي ما قلت لكم دي حاجه بسيطه جدا، بس احيت العبايه من جديد، ومعظم الناس في الستات في بيوتنا هتلاقوها عندها القطعه دي، وممكن ما بتلبسهاش عشان السبب ده. وادي كده بعد ما خلصت، واشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.